السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. في هذه الليلة حديثنا سيكون تحت عنوان كلمة الحق بين الكتمان والإفصاح. هناك شبهة أثيرت من قبل البعض مفادها بأن الأئمة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بعدما جرى في كربلاء بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام والثلة معه، أن الأئمة وصلوا إلى قناعة جديدة متغيرة مفادها أن لا مجال لتكرار ما جرى في كربلاء. يعني ما جرى في كربلاء كان بمثابة التجربة العملية التي أثبتت عدم جدوائية مثل هذه الحركة، وأن الأئمة عليهم السلام غيروا قناعاتهم بعدما جرى في كربلاء. ويدل على ذلك، هكذا يقولون في هذه الشبهة، أن بين أيدينا العشرات من الأحاديث الصادرة عن الأئمة عليهم السلام من الذين جاءوا بعد الإمام الحسين، وهذه الأحاديث تدعو إلى الكتمان، تأمر بالكتمان. كما أن سلوك الأئمة عليهم السلام، سيرة الأئمة عليهم السلام، هكذا يقولون في هذه الشبهة، تدل على أنهم وصلوا إلى مثل هذه القناعة الجديدة، وبالتالي نجدهم ينكفئون عن الساحة، لا نجد لهم حضورا فاعلا في الساحة. نعم هناك دور علمي في بعض الفترات، ولكن عموما سيرة الأئمة حسب هؤلاء قالوا بأن سيرة الأئمة عليهم السلام تدل على حالة من الانكفاء والانزواء النسبي، وأن هذا جاء بعد قناعتهم بأن ما جرى في كربلاء كان بمثابة التجربة السلبية. هل هذا الكلام سليم أم لا؟ حتى نعرف هذا لابد أن نعالج ونعرف كيف نعالج دلالات تلك الروايات، وبعضها نسبة لا بأس منها، لا بأس منها أحاديث معتبرة السند. يعني نستطيع أن نقول بأن احتمال صدورها عن الأئمة قوي جدا. فإذا كيف يمكن أن نفهم مثل هذه الروايات؟ هل تلك الشبهة صحيحة أم لا؟ هل استسلم الأئمة عليهم السلام إلى الواقع أم ماذا؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يصدح بالأمر بضرورة إعلان الحق والوقوف أمام الباطل ومواجهة الفساد ومواجهة الظلم وغير ذلك. فكيف يمكن أن نوفق بين تلك الأحاديث وبين ما جاء في القرآن الكريم من نصوص واضحة تؤكد على مسألة الوقوف أمام الباطل بما يتناغم مع ما قام به الإمام الحسين عليه السلام، وبما يتعارض مع ما جاء في هذه الشبهة من يعني احتمال أن الأئمة انزووا عن الساحة أو غيروا قناعاتهم في هذا المجال. من بين هذه الأحاديث اخترت النصوص التالية بالتدريج من الإمام زين العابدين إلى الإمام الصادق عليهم السلام. أول حديث بين أيدينا: وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي، يعني أفتدي بجزء من جسمي مقابل أن أحقق هذا الشيء عندهم، النزق وقلة الكتمان. يتحدثون كثيرا، يفشون أمورا يجب أن يكتموها. عن الباقر عليه السلام: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا.
كل ما يكون أكثر كتمانا كلما يكون هذا أحب إلى قلبي. هذه دعوة واضحة إلى الكتمان. ثم عندنا عن الصادق عليه السلام: كتمان سرنا جهاد في سبيل الله. كتمان سرنا جهاد في سبيل الله، يعني اصمتوا لا تتكلموا. طيب كيف يمكن أن نفهم هذه الأحاديث؟ ثم يأتينا حديث آخر أيضا عن الصادق عليه السلام ولكن بشكل تفصيلي أكثر، يبين موقع الإمام في القضية. يقول: خلق في المسجد، يعني بعض الناس في المسجد موجودين، يشهرون ويشهرون أنفسهم، يعني يتحدثون ببعض الأمور بحيث يكشفون واقع الإمام وواقع انتمائهم إلى الإمام عليه السلام. أولئك ليسوا منا ولا نحن منهم، أنطلقوا فأداري وأستر فيهتكون ستري، هتك الله ستورهم. أنا آمرهم بالسكوت بالصمت بالمدارات بالكتمان وهم يفضحون ويتكلمون. يقولون: إمام، والله ما أنا بإمام إلا من أطاعني، هؤلاء لا يطيعونني فأنا لست بإمامهم، فأما من عصاني فلست لهم بإمام. لما يتعلقون باسمي؟ لما يقولون نحن جعفريون، نحن أتباع جعفر، ألا يكفون اسمي من أفواههم؟ فوالله لا يجمعني الله وإياهم في دار. واضح من خلال هذا الحديث أن الإمام لا يريد مثل هذه الحالة، حالة التحدث عن واقع الانتماء، عن ارتباطهم بالإمام، عن واقع الإمام، ماذا يقول الإمام. طيب هنا عندنا وقفات وملاحظات نقدية لما جاء في هذه الشبهة ودراسة لبعض هذه النصوص. أولا، هل كان هناك ندم من قبل أحد من أهل البيت، تصريح، حديث، نص واصل إلينا من أهل البيت عليهم السلام يدل على أنهم ندموا على ما جرى في كربلاء، وأنه كان من الأفضل لو أن الحسين عليه السلام لم يخرج إلى كربلاء؟ الشبهة هكذا تقول، أن أهل البيت كان ما حدث في كربلاء بالنسبة إليهم مثال عملي، أن هذا الأمر غير صحيح. هل هناك شيء من هذا القبيل؟ لا، لا يوجد نص في بين أيدينا عن الأئمة يتحدثون فيه بأنهم نادمون ويا ليت الحسين لم يخرج، ما في شيء من هذا القبيل. أو أنه كان الأجدر بالإمام الحسين عليه السلام ألا يخرج، ما في شيء من هذا القبيل. الموجود والصادر عن الأئمة عليهم السلام عن بعضهم تصريحات تقييمية للوضع الذي كان، يعني مثلا يتحدثون عن خذلان الناس للإمام الحسين عليه السلام، لا عن ندمهم أو تغير قناعاتهم. هناك وقفات تقييمية من الأئمة عليهم السلام. مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام أمام أهل الكوفة بعيد كربلاء: أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة ثم قاتلتموه وخذلتموه، فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. يقول الراوي في هذه اللحظة نتيجة التأثر العاطفي قام البعض وصار ينادي بأننا تحت أمرك، أمرنا، ماذا تريد؟ قدنا في ثورة جديدة. الإمام سلام الله عليه يرد عليهم: هيهات هيهات أيها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل؟ هذا النص ليس فيه ندم على خروج الحسين عليه السلام،
أو تغير قناعة، بل كشف للواقع، لواقع هؤلاء. طيب، نعم هناك نصوص أدبية، أشعار أو لعل شيء من النثر، نجد في هذه النصوص ما يعبر عن لسان حال الإمام زين العابدين عليه السلام مثلا، أو لسان حال السيدة زينب عليه السلام. وهذه النصوص التي هي بلسان الحال ليست بدليل، لا سيما هذا شيء ملاحظ في الشعر الشعبي، بعض التعابير تأتي بأن السيدة زينب تقول بما معناه إن يا ليتنا لم نأتي إلى هنا، يا ليت الحسين أعادنا إلى المدينة ولم نشهد قتله، شيء من هذا القبيل. مثل هذه المضامين موجودة في بعض الأشعار، ولكنها لا تمثل دليلا عن رأي الإمام أو رأي العقيلة زينب أو ما شابه ذلك، لا، ما له علاقة. هذه تعابير ترد من خلال ما يتصوره الشاعر كاتب النص، وهو في الواقع لا ينقل نصا آخر، وإنما هو يحلل القضية بهذه الصورة، يتعاطف معها بهذه الصورة. وهذا جزء من خطورة الموضوع عندما يريد أحد أن يعبر بلسان الحال عن أحد آخر، لابد أن يكون تقديره دقيقا لواقع الموضوع. بل أكثر من هذا، الدليل قائم على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعتبرون أن ثورة الحسين في موقعها، وأن ما جاء به الإمام الحسين عليه السلام كان سليما وفق ظرفه، وأن الأئمة غير نادمين على هذه القضية. وكذلك العقيلة زينب، مثلا النص الآتي، لما العقيلة زينب تقول في كربلاء اللهم تقبل منا هذا القربان، أو عندما تقول في الكوفة أمام عبيد الله بن زياد القائل كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك، قالت ما رأيت إلا جميلة. هل يمكن أن يعبر عن العقيلة زينب بلسان حالها أنها نادمة وهي تقول ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. هذا مو منطق شخص ندمان. وهكذا كان الأئمة عليهم السلام. هذه الملاحظة الأولى. الوقفة الأولى الثانية، يجب أن نعود إلى القرآن. نحن في تقييمنا إلى الأحاديث تعلمنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن نعرض الحديث على القرآن الكريم، وبالتالي نقيم الحديث من خلال ما جاء في القرآن الكريم. هناك مرجعية للقرآن. ماذا يقول القرآن؟ يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الذين يكتمون هذا، ما هو مصيرهم؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لاحظ في هذا النص الله سبحانه وتعالى يذم ويحرم الكتمان، والله سبحانه وتعالى يعتبر أن هذا الكتمان يستتبع الحرمان، يستتبع من الله سبحانه وتعالى الحرمان من الجنة واستحقاق العذاب، ولا يزول هذا الحرمان وهذا العذاب إلا إذا تاب الإنسان وأصلح بأن يبين الحقيقة التي كتمها. هل يمكن أن نتصور أن أحدا من أهل البيت عليهم السلام بعد هذا يكتم الحقيقة، يكتم الهدى ويكتم البينات؟ لا تقل لي أن الأئمة تحدثوا إلينا عن الأحكام الشرعية. الإسلام ليس فقط أحكام شرعية بينت في مسائل الصلاة والوضوء والطهارة والحج وغير ذلك من الأبواب، هذا جزء فقط وجزء بسيط من هذا الأمر. ما في الدين، ما هو من البينات، ما هو من الهدى، أشمل من ذلك،
وقلت في ليال سابقة بأن إقامة العدل من الأسس التي كلف بها الأنبياء عليهم السلام أن ينهضوا بهذه المسؤولية. إذن الأئمة عليهم السلام كانوا يبينون في هذا المجال، كانوا يقفون أمام الظلم ولا يكتمون الحديث في هذا الإطار. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة المسؤوليات، من جملة البينات والهدى. كيف يمكن أن نتصور أن الإمام يتخلى عن مثل هذه المسؤولية؟ ولذا العلامة الحلي في كتاب نهج الصدق يقول: وجب على كل مجتهد وعارف إظهار ما أوجب الله إظهاره من الدين وكشف الحق. يتحدث عن المجتهدين وعن أصحاب العلم والمعرفة، يقول هؤلاء عليهم مسؤولية أن يظهروا، فكيف بالإمام؟ هل يكتم الإمام؟ وإرشاد الضالين لئلا يدخل تحت الملعونين كما جاء في الآية السابقة على لسان رب العالمين وجميع الخلائق أجمعين بمقتضى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إذن هذه مسؤولية المجتهد والإنسان العارف، من باب أولى هي مسؤولية الإمام. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. هذا المصير الرهيب الذي ينتظر مثل هذه الفئة التي تبيع الآخرة بالدنيا وتكتم الحقيقة وتشتري الضلالة من أجل حفنة من المال أو منصب أو شهرة أو غير ذلك. هل يمكن والعياذ بالله أن نصنف الأئمة في ضمن هذا الإطار؟ أبدا، بل نجد بأن الخطاب الموجود في الآية شديد اللهجة ويؤشر إلى وعاظ السلاطين الذين كانوا يبيعون دينهم من أجل ذلك المال أو من أجل ذلك المنصب. نتذكر في البارحة تحدثت عن قراء الشام كيف أنهم باعوا دينهم من أجل دنياهم ووقفوا مع السلطان المغتصب ونشروا البدعة. وبالتالي نجد الإمام زين العابدين عليه السلام يرسل رسالة إلى عالم من العلماء كان تلميذا عند الإمام، وهو الزهري، محمد بن شهاب الزهري. كان يحبه الإمام، تتلمذ على يد الإمام، ولكن في لحظة ما ضعف أمام رغبة أموية من قبل الخلافة. طلبوا محمد بن شهاب الزهري أن يذهب هناك إلى العاصمة الأموية ويكون عالما للبلاط، وذهب الرجل، قبل الدعوة وذهب. كتب إليه الإمام عليه السلام، هذا هو منطق الأئمة، ما في مضمون هذا الكتاب. كتب إليه هذا الكتاب: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. أنت في ورطة كبيرة، الله يستر عليك بهذا المعنى. فقد أثقلتك نعم الله بما أصح من بدنك وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج الله بما حملك من كتابه وفقهك فيه من دينه وعرفك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله. فانظر أي رجل تكون غدا إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها وعن حججه عليك كيف قضيتها، ولا تحسبن الله قابلا منك بالتعذير. الأعذار هناك ما تنفع. ولا راضيا منك بالتقصير، هيهات هيهات، ليس كذلك. أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يا ترى هل الخليفة الأموي سيسمح لك أن تبين الحقائق، أم سيجعلك تسير وفق ما يخدم المصلحة الأموية؟
واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أقل شيء أن آنست وحشة الظالم، أقل شيء ارتكبت أنت هذا أنزل شيء من الأمور العظائم التي أنت أوقعت نفسك فيها أنك آنست وحشة الظالم، لأن كان يشعر بالوحدة، أن ما في عالم كبير يسانده. الآن أنت اسم بارز وشخصية معروفة وتأتي وتسنده وتعطيه شرعية، وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت، فما أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غدا مع الخونة وأنت تسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة، إن أخذت ما ليس لك ممن أعطاك ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا. هذا هو حال الأمويين، يغتصبون حقوق الناس ولا يرجعونها، وإذا تكلمت لا يعينونك في ذلك، ولم ترد باطلا حين أدناك وأحببت من حاد الله. هؤلاء يحادون الله وأنت شيئا فشيء ستجد نفسك محبا لهم. أوليس بدعائه، يعني بطلبه إياك حين دعاك، جعلوك قطبا وأداروا بك رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء، يقولون شوفوا فلان الفلاني هو مؤيد هالقضية، فلان الفلاني مع الخليفة الفلاني، وبالتالي تعطي شرعية لكل الجرائم التي يرتكبها وتوقع العلماء الذين يقفون في وجه الباطل في الحرج، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم، فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. يقول شوف انظر هؤلاء الذين يعملون في البلاط كلهم لا شيء من حيث القيمة أمامك أنت في أعين الناس، الناس ينظرون إليك ويقيمون الحكم، فترتفع أرصدة هذا الحكم الفاسد في أعين الناس بسببك أنت، كما لم ترتفع بسبب هؤلاء الذين هم من حاشية هذا الحكم. واختلاف الخاصة والعامة إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك، إيش حصلت منهم أنت؟ لكن انظر كم أعطيتهم، وما أيسر ما عمروا لك فكيف ما خربوا عليك، فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول، إلى آخر النص. هذا منطق أهل البيت عليهم السلام، وهو المتناغم مع القرآن الكريم. إذن الأصل هو أن الإمام يبين، الأصل أن لا يكتم، الأصل أن يقول الحق، أن يقف في وجه الباطل. إذن علينا ثالثا أن ندرس تلك الأحاديث الكثيرة بالعشرات والتي تطالب بالكتمان، ومنها ما هو صحيح السند. القسم الأكبر منها أحاديث ضعيفة السند، من ناحية السند ضعيفة، وفيها إما من الغلاة وإما من الباطنيين. الغلاة تنفعهم مثل هذه الأحاديث، لماذا؟ يقولون هذه أسرار أهل البيت يكتمونها عن الناس، ونحن لأننا مقربون منهم أفشوها إلينا في لحظة ما وطالبونا بالكتمان، والآن الفرصة لبيانها، فيأتي ويطرح على لسان الإمام أحاديث لم يقلها الإمام عليه السلام، فيها من الغلو ما يفسد عقيدة الناس، هذا تنفعهم، وبالتالي ينشرون مثل هذه الأحاديث، إن الأئمة قالوا اكتموا كذا، وتكون أحاديث موضوعة على لسان الإمام. والباطنيون يعني الذين يعتقدون بأنه لا يجب إظهار الحقيقة أبدا، فقط في الثلة الخاصة، هؤلاء أيضا تفيدهم مثل هذه النصوص، وهم لهم إسهام في وضع مثل هذه النصوص على لسان الأئمة عليهم السلام. وهناك فئة ثانية من هذه النصوص
لعلها صادرة عن الإمام وتأتي في إطار التقية. هناك ظروف خاصة كان يؤخذ فيها الأئمة مثل الإمام الكاظم عليه السلام سجن لسنوات، كان يؤخذ فيها أصحاب الأئمة من يدخل على الإمام إلى آخره، ملاحقات، أخذ، قتل، تعذيب، سجون، انتهاك حرمات إلى آخره، صور بشعة تنقلها كتب التاريخ في هذا المجال. في بعض الظروف نعم كان هناك مطالبة بممارسة التقية، وبعض هذه الأحاديث هي تتحدث عن هذا الجانب ضمن الظرف الضاغط فقط، وليس كمنهج يدل على ندم أهل البيت عليهم السلام عما قام به الحسين سلام الله عليه. وبالتالي الهدف منها حماية الإمام أو حماية شيعته. لاحظ هذا الخبر، الإمام الصادق عليه السلام يقول لابن زرار بن أعين، اسمه عبد الله، اقرأ مني على والدك السلام في العراق وقل له إني إنما أعيبك، أنا أذكر بعض الكلمات تسيء إليك وأسمع الناس هذه الكلمات ولكن أنا معذور في هذا، إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه، يعني إنسان نمدحه، لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه. بسرعة السلطة وبعض الجهات الجواسيس وكذا يسارعون للقبض أو إيذاء هذا الإنسان المحب لأهل البيت، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، يشوهون سمعته، يتهمونه بالأباطيل، بالسحر، بكذا وكذا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. وبالتالي أعيد النص مرة ثانية، يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. بهذه الصورة كان الإمام أحيانا يضطر أن يتدخل. وأيضا هناك صنف من هذه الأحاديث التي الإمام يكتم فيها أمر معين مراعاة للمستمع ما يفهم، ما يستطيع أن يستوعب الفكرة، إما عقله ما يستوعب أو هو متربي على فكرة معينة، وبالتالي لو سمع من الإمام شيء آخر ممكن أنه يترك الإمام وينحرف وكذا إلى آخره، فالإمام هونا به لا يصرح مثلا بهذه القضية، وبالتالي مراعاة أحيانا تكون للمتلقين وأحيانا مراعاة للوحدة الإسلامية حتى المجتمع لا يتمزق. لاحظ أنت في قصة النبي موسى وهارون وبني إسرائيل، قال يعني موسى عليه السلام: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني أنا خفت أن هذا المجتمع اللي كان مؤمن حينذاك أن يتمزق، وبالتالي انتظرت أن تأتي ثم نتخذ القرار المناسب. إذن قضية وجود اللحمة والوحدة أمر مهم جدا، وبالتالي أحيانا الإمام يسكت عن بعض الأمور، لا يطرحها مراعاة للجو العام حتى لا تحدث فتنة. ولذا وقال موسى لأخيه هارون، هذا من قبل، هي ما صدر عن هارون كان استجابة للوصية، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهو فهم أن من الإصلاح أن يحافظ على هذا المجتمع ولا يمزقه بانتظار قدوم موسى عليه السلام ليقول كلمته، وفعلا أنهى موسى الفتنة. إذن لأما أيضا يفكرون بهذه القضية، وكم من مسألة عقدية أو فقهية طرحت وأثارت فتن في المجتمع الإسلامي مثل قضية خلق القرآن، هل القرآن قديم أم مخلوق؟ سجون امتلأت
آلاف قتلوا، حروب قامت بسبب هذه القضية، قضية واحدة. الإمام أيضا حريص على قوام المجتمع الإسلامي، وهناك من الأحاديث ما يسكت فيها الإمام مراعاة لوضع هذه الفئة المؤمنة كي لا تفرز خارج الدائرة الإسلامية. كانوا يتحينون كل فرصة أي كلمة تصدر حتى يقولون هؤلاء غير مسلمين، مثل ما يحدث اليوم، ما في اتهامات إن هؤلاء عندهم دين خاص، هؤلاء كذا وكذا. نفس القضية كانت موجودة في تلك الفترة، فالإمام كان حريص على أن يجعل هذه الفئة المؤمنة دائما ضمن الإطار الإسلامي ولا تفرز خارج الإطار الإسلامي. فالأصل إذن هو كشف المعارف والحقائق والوقوف في وجه الباطل، إلا في حالة وجود عنوان ثانوي حقيقي ومدروس يثبت أنه لا بد من الكتمان. الأصل هو البيان والوقوف في وجه الخطأ والباطل، وبالتالي يقدم حين ذاك هذا العنوان الثانوي على العنوان الأولي بشرط ألا يتحول إلى حالة مزمنة. بعض المذاهب الإسلامية عاشت الكتمان على طول الخط فضاعت معالم الدين عندها، وخرجوا وانحرفوا كثيرا عن الإسلام. حالة الكتمان إذا بتحدث، حالة التقية إذا بتحدث، هي مؤطرة في إطار زمني ظرفي معين فقط، وبعد ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها كما نجدها عند المذاهب الباطنية. بل يبقى الكتمان حالة مرحلية تفرضها الضرورات والمصالح الوقتية. لقد كانت نهضة الحسين عليه السلام مفخرة يعتز بها أهل البيت عليهم السلام والموالون لهم وكل الأحرار الذين انطلقوا منها لمقارعة الفساد والظلم والباطل، بعد أن قدم لهم الحسين عليه السلام الدرس العملي في إباء الضيم والتضحية من أجل المبدأ. ولم يتخلى أهل البيت عن مسؤولياتهم ولم يغيروا قناعاتهم، بل إن لكل إمام ظروفا رسمت معالم حركته. السلام عليك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته.